السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الجزائرية للأجهزة مفتوحة المصدر، والذي سنتطرق فيه إلى طريقة تثبيت منصة تطوير مختلفة عن Arduino IDE وكيفية استعمالها لبرمجة لوحات الأردوينو. البرنامج الذي سوف نستعمله يدعى Platform AO، وهو عبارة عن Package يضاف إلى محرر النصوص Atom المطور من طرف فريق جيت هاب. لذلك يجب علينا قبل كل شيء أن نحمل أتوم على نظامنا. سوف نستعمل في هذا الفيديو نظام تشغيل ويندوز، ولكن يمكننا استعمال أتوم أو بلاتفورم إي أو على ماك أو على أجهزة تستعمل نظام تشغيل لينكس. لنبدأ بالذهاب إلى الصفحة الخاصة بمحرر النصوص أتوم، ونضغط على Download لكي تنطلق عملية تحميل البرنامج الخاص بتثبيت Atom على نظامنا. نشغل برنامج التثبيت وننتظر قليلا لأن العملية تأخذ بعضا من الوقت. بعد الانتهاء من تثبيت Atom علينا فتح البرنامج والذهاب إلى Install a Package. وهنا في المكان المخصص للبحث نقوم بإدخال كلمة Arduino فنحصل على العديد من الاقتراحات. علينا الآن أن نبحث على Platform EO ثم نضغط على Install. هنا يطلب منا تحميل C-Lang وهو A Compiler مستعمل للغة البرمجيات C. الأمر الذي يفتح صفحة تحميل هذا البرنامج حيث نختار البرنامج الخاص بويندوز 64 بايتس. بعد عملية التحميل تنطلق عملية التثبيت. بعد الانتهاء من هذه العملية يقوم البرنامج بمواصلة مهمته بتثبيت المنصة Platform EO. بعد الانتهاء من التثبيت يجب علينا غلق ثم إعادة فتح Atom. وماذا نلاحظ بعد ذلك؟ أن Platform EO يفتح مباشرة، وهو كما تلاحظون يتكون من الصفحة الرئيسية المدعوة Home، أين يمكننا إنشاء مشروع جديد أو فتح برامج أو مشاريع قد طورت على Arduino IDE. هناك صفحة تدعى Library أين يمكننا البحث وتحميل أغلب Library المعتمدة من طرف Arduino. على سبيل المثال لنبحث على تايني جي بي اس، والتي يمكن تثبيتها بسهولة.
يوجد أيضا صفحة Boards أين نلاحظ أن Platform AO يمكن استعماله لبرمجة أكثر من 500 نوع من اللوحات غير الأردوينو كلوحات STM32 على سبيل المثال. وأخيرا صفحة Device أين نجد رابط الصلة مع لوحة الأردوينو. السبيل الأنجع لإظهار قدرات Platform AO هو تجربتها. إذا سنقوم ببرمجة مشروع صغير على لوحة أردوينو ميجا، نضغط على New Project على الصفحة Home، ندخل اسم البرنامج ثم نختار نوع اللوحة أي أردوينو ميجا. وأخيرا نضغط على Finish. هنا ننتظر قليلا كي يتم تهيئة المشروع ونحصل في النهاية على مشروع متكون من عدة ملفات. نفتح البرنامج main.c++ الموجود في الملف src، وهنا نلاحظ خاصية وهو استعمال include arduino.h، وهي library التي تحوي على خصائص المتعلقة بلوحة الأردوينو. أما بالنسبة لبقية البرنامج فإنه يتبع نفس أنماط البرمجة العادية للأردوينو. وفيما يخص برنامجنا فله مهمة واحدة وهي إرسال جملة Open Hardware Algeria كل 5 ثواني نحو الحاسوب عبر رابط السيريال. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج نقوم ببناء البرنامج بالضغط على Build. ونلاحظ هنا أنه لا يوجد أي خطأ أو تحذير في البرنامج. الآن نقوم بتحميل البرنامج على بطاقة الأردوينو بالضغط على Upload. وكي نتأكد من أن البرنامج يعمل نقوم بفتح رابط Serial Monitor وكما تلاحظون فإن بطاقة الأردوينو ترسل عبارة Open Hardware Algeria ما يؤكد أن البرنامج يعمل جيدا. ها نحن نصل إلى نهاية هذا الفيديو الذي نتمنى أنه سيكون ذا فائدة لكم. في الفيديو المقبل سوف نتحدث على خاصية إضافية لبرنامج Platform AO وهي كيفية استعمال المصحح أو Debugger الذي يسمح لنا بتصحيح برامج الأردوينو التي لا تتنفذ بطريقة جيدة. ندعوكم للإدلاء برأيكم حول مضمون هذا الفيديو أو الفيديوهات السابقة. وفي الأخير أقول لكم سلام.